واصل الأسئلة. محمد من الإمارات يقول: بالنسبة لمن ليس من طلبة العلم، هل يجوز له أن يأخذ من كل مذهب ما يناسب حاله؟ أحيانا قد يجد نوعا من العنت مثلا في بعض الأمور فيجد مخرجا في بعض المذاهب. أقول لأخ الكريم، لو أنك احتجت للعلاج واختلف الأطباء فبأيهم تأخذ؟ هل تقول أخذ ما أراه الأيسر، أم تأخذ برأي الأوثق لديك من الأطباء والأحذق والأكثر علما وفهما وخبرة ودراية؟ هكذا أيضا إذا اختلف علماء الشريعة، فيلزمك أن تأخذ بقول من تراه الأعلم والأوثق في علمه ودينه وأمانته، وليس لك أن تتخير، لأن القول بالتخير هذا مشكل. وعند العلماء قاعدة: من تتبع الرخص فقد تزندق، لأنك كل مسألة ستجد فيها أقوالا شاذة وأقوالا مرجوحة وأقوالا ضعيفة. فإذا كنت ستأخذ ما يوافق هواك فتكون قد اتبعت هواك. ولذلك أقول: يلزمك أن تأخذ من ترى أنه الأوثق في علمه ودينه وأمانته والأقرب لإصابة الحق.